عشان اعمل السيلر ريسبيريشن قلنا ان احنا بنحتاج حاجتين اللي هما الاوتو واللي هو الجلوكوز. الجلوكوز ده المادة الخام اللي انا هصنع منها ال ATP او بعد كده اللي هي الانرجي اللي انا هستخدمها، والاكسجين هي الحاجة اللي هتدخل كوسيط عشان تحرق لي الجلوكوز. يبقى انا هحرق المادة الخام عن الاكسجين بطريق الاكسجين. ليه؟ عشان اطلع الطاقة بتاعتي. انا اصلا باخد الاكسجين ازاي؟ بيحصل في الاول عملية اسمها الفنتليشن. يعني ايه فنتليشن؟ بالعربي اسمها تهوية. فالتهوية دي عبارة عن ايه؟ مجرد بس ان انا وصلت الهواء اللي بره اللي هو في الاتموسفير ده العادي وصلت جوه اللانجز، يبقى مجرد ان الهواء وصل للالفيولاي ده اسمها فنتليشن. العملية اللي بتحصل بعد كده اسمها الجاز اكستشينج. قلنا اسمها، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل اكستشينج للجاز. مين الجازز اللي بعمل لها اكستشينج؟ اللي هو السي او 2 والاوتو. بيفضل يحصل تبادل ما بينهم. التبادل ده بيحصل عن طريق ايه؟ وانا بتنفس او انا باخد هواء اهو، بيعمل ايه؟ بطلع الكربون دايوكسيد اللي في البلط واخد بتاله اكسجين. يبقى اول حاجه انا بعملها ان انا بتخلص من السي او 2 اللي هو في الدم. ببدله بايه؟ ببدله بالاكسجين اللي انا خدته منين اصلا؟ خدته من الاتموسفير. عن طريق انهي عمليه؟ عن طريق عمليه الفنتليشن. بعد كده الدم اللي هو الاكسجينيتد بلط، خلاص انا بدلت السي او 2 بالاوتو. الاكسجينيتد بلط بيروح بقى للاجزاء المختلفه بتاع الجسم اللي هي التيشوز بقى الامسكه كلها، ويبدا بقى يوصل الاكسجين ده للخلايا، فتقدر الخلايا ان هي تعمل ريسبيريشن الخاص بيها. ومن هنا سميتها سيلولار ريسبيريشن، الخلايا نفسها هي اللي بتتنفس. يبقى اذا عمليه الريسبيريشن بتاعتي لا تشمل فقط ان انا اتنفس اللي هو بتاع الشهيق والزفير، لا، الشهيق والزفير كل اللي بيعمله ان هو بيوفر لي الاكسجين، ان هو بيعمل عمليه الجاز اكستشينج. بتخلص من الكربون دايكسايد عشان اقدر ابدل الدي اكسجينيتد بلوت بالاكسجينيتد بلوت. يبقى مين بطل الحكايه هنا؟ الاكسجين. ليه؟ الاكسجين هيعمل ايه؟ هيحرق لي الجلوكوز عشان بعد كده اعرف اطلع منه الانرجي. يبقى انا اهم حاجه بدور عليها هي مين؟ الانرجي. عندي هي دي الكربوهيدرات. دايما واحنا صغيرين كده اقول لك ايه، او مثلا لما الاقي حد رفيع قوي نقول له ما تاكل شويه نشويات، اصل النشويات مليانه طاقه. دي معلومه كل البيوت عارفاها، النشويات مليانه طاقه. عشان كده كل واحده لما بتيجي تفكر تعمل دايت اول حاجه بتفكر تمنعها مين؟ النشويات اللي هي الكربوهيدرات، من اسمها كربوهيدرات مليانه كربون، ده سبب التسميه بتاعتها. ليه النشويات مهمه جدا؟ زي ما احنا قلنا مليانه كربون بطريقه معينه. الكربون ده عامل بومز كتير قوي، فهستخدمه في ان انا اكون انرجي. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، ولكن في معلومه اسرائيليه كده احب ان انا اقولها، ان احنا عندنا نوعين من الكربوهيدرات، الكومبلكس والسمبل. معقده وسمبل. سمبل يعني ايه؟ يعني حاجه واحده، حاجه مش سمبل بس. فاذا السمبل كربوهيدرات دي عباره عن ايه؟ الحاجات اللي بتتكون من الشوجرز بس، بتتكون من السكريات زي ما احنا شايفين كلها، حاجات زي كريت ايس كريم دوناتس بيبسي، كل دي ايه؟ شوجرز. امال الكومبلكس بتتكون من ايه؟ من كذا حاجه. مين بقى الكذا حاجه دول؟ اللي هم زي الشجر والفايبر والستارش، النشا والالياف، ومعاها الايه؟ الشجر اللي هو بيكون لوحده السمبل كربوهيدرات. فاذا نقدر نقول شويه ان الكومبلكس كربوهيدرات اصح من الكربوهيدرات. معلومه برضو زياده كده، ما احنا جبنا سيره الدايت، ازاي ان انا ما اكلش نشويات؟ دي حاجه ممكن تخصصني. مش انت بتقولي ان انا المواد اللي بدخلها دي الكربوهيدرات بصنع منها طاقه؟ طب ده خلاص بقى، ده انا اكل كربوهيدرات براحتي عشان اصنع طاقه، وانا خسرانه ايه؟ الحقيقه ان انت جسمك ما بيفهمش الصيغه دي. يعني مش معنى ان انا اكلت كتير يبقى ان انا هطلع طاقه كتير، لا، هو الجسم بيطلع طاقه بمعدل معين في اليوم، المعدل ده ثابت. انت طلعت له دخلت له اكل اكتر من هو محتاجه، هيعمل ايه؟ هياخد الباقي من الاكل ده، يعني هياخد الطاقه اللي هو عايزها، والباقي هيخزنه على هيئه خلايا دهنيه. يبقى من هنا انا ممكن اتخن نتيجه ايه؟ كلت كربوهيدرات كتيره قوي، فجسمي عمال يخزن في الخلايا الدهنيه، لدرجه ان الخلايا الدهنيه دي بعد كده تبقى ضاره، مش ان انا استخدمها كستورج ليا ان انا كمخزن اخد منه الطاقه وقت ما انا عايزه. يبقى هي الفانكشن بتاعتها في الاساس ان دي حاجه مفيده، الخلايا الدهنيه في الاساس بتاعها مفيش، ربنا ما بيخلقناش حاجه وحشه، الفرق بس في الاستخدام. يبقى انا لما انا استخدم الاكل بشكل سيء بعد كده الخلايا الدهنيه دي هتضر الجسم بتاعي. عشان كده في الدايت لما انا ما اكلش كربوهيدرات
الجسم ما جالوش الكميه اللي هو متعود عليها عشان يعمل المعدل الطبيعي بتاعه بتاع الانرجي. هيعمل ايه؟ مش هيطلع لك طاقه، لا هيطلع لك طاقه. تفتكرش ان انت لو ما اكلتش يعني شويه على بعض كده او يومين ثلاثه بسبب الدايت ان انت كده خلاص ما عندكش طاقه؟ ومن هيطلع الطاقه دي منين؟ الاستورج اللي هو كان عامله قبل كده، اللي هو الخلايا الدهنيه اللي هو من الاصل كان مخزن فيها الزياده بتاعتك. يبقى الجسم بيعرف يعمل ادابتيشن. المهم انت بس ايه، ما تقفرش، لا تاكل ازيد بكتير ولا تاكل اقل بكتير. بعد كده الكربوهيدرات دي كلها بتتسمبل للجلوكوز بتاعي، زي ما احنا قلنا اصلا ان الاصل في كل الكربوهيدرات شجر، سواء سيمبل او كومبلكس، اللي زين بيبقى فيها مش شجر. مين ابرز شجر من ابرز السكريات بتاعتي؟ هو سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز هو ده الشكل النموذجي بتاعه. الجلوكوز يعتبر اورجانيك كومباوند. طب نتكلم شويه كده عن الكومباوندز. انا اصلا ليه باخد الجلوكوز، ليه بصنع الجلوكوز في الاخر؟ يعني هي فكره اصلا اللي بيحصل كله من بدء الخليقه. اللي بيحصل ان انا البلانت بياخد الكربون دايكسايد ويصنع منه جلوكوز. طب ما هو ليه يعني ايه اللي بيحصل؟ طب ما ليه البلانت ما يطلعش الانرجي بتاعته من السي او 2 على طول؟ ليه بصنع الجلوكوز من الكربون دايكسايد؟ سؤال ابتدائي قوي. الحقيقه ان احنا في قاعده عندنا كده في الكيمستري، القاعده دي يعني ايه معروفه قوي، بس فيها بعض الاستثناءات. بس خلينا في القاعده الاول. القاعده بتقول ايه؟ ان المركب اللي فيه بونز كتيره قوي، المركب اللي فيه روابط كتيره، المركب ده مليان طاقه. اما المركب اللي ما فيهوش بونس كتير، المركب ده الطاقه بتاعته قليله. يبقى انا عايز ليه الكربون دايكسايد. شايفين فيه كام بوند؟ يا دوبك اهو، هما الاربعه بونز دول. الجلوكوز ده انت بص على عدد البونز ما تعدش، كتير قوي. يبقى انا عندي الجلوكوز مليان بونز والكربون دايكسايد البونز بتاعته قليله. طب انا استفيد ايه لما احول حاجه سيمبل زي الكربون دايكسايد للجلوكوز؟ يعني برضو لما عدد البونز زاد انا استفدت ازاي؟ هقول لك. اصل انا كل ما اكسر بونت بيطلع لي انرجي. فانا دلوقتي لو جيت احرق السي او 2، هو اصلا السي او 2 بيتحرق، يعني هيطلع لي ايه؟ يعني ده اربع بونز حضرتك. لكن الجلوكوز لا، ده مليان بونز. يبقى لما انا اكسره، لما انا احرقه، يطلع لي طاقه كتيره قوي. ما احنا قلنا بقى ان كل بوند بكسرها بتديني طاقه. فتخيل مركب زي ده كل بونص، يعني كل خط اسود من ده ربطه، فكل ربطه من دول بتتكسر بتديني طاقه. يبقى اذا عشان كده الكربوهيدرات اللي هي المركبات المعقده، معقده يعني فيها اليمنتس كتيره وفيها عدد بونص كتيره، هاي انرجي ليفل. ليه هاي انرجي ليفل؟ عشان عدد البونص، عدد بونص البونص كتير. يبقى ايه؟ يبقى الانرجي اللي هتطلع لي لما اكسر بونص دي كتيره. جزء كيمستري كده على السريع. كل الكومباوندز اللي عندي بقسمها حاجتين، لا اما ان اورجانيك لا اما اورجانيك، لا اما مركبات عضويه لا اما مركبات لا عضويه. هو اصلا التسميه جت منين؟ يعني العالم اللي قسم التقسيمه دي جابها منين؟ قال لك انا عندي في مركبات الاعضاء بتاع الجسم بس هي اللي بتصنعها، مستحيل الاقيها في حته بره، مستحيل اي حاجه غير الاعضاء دي هي اللي صنعها. وقال لك ان احنا عندنا الكومباوندز دي يعني ايه؟ دي قدره من الخالق لا يستطيع الانسان ان هو يعني ايه يدي زيها او ان هو يصور جزء منها. بعد كده العلم اتطور وبدات الابحاث تزداد اكتر وبدات التجارب تزداد. فجه عالم تاني اثبت ان العالم الاولاني ما كانش صح. قال لك هي عدويه وكل حاجه، واللي المفروض ان الجسم بس اللي بيصححها اللي بيصنعها، بس العلم كمان قدر ان هو يقدر يصنعها عن طريق مركبات تانية برضه ربنا اللي خلقها، احنا ما طلعناش بره يعني. ولكن ان احنا قدرنا ان احنا نصنع اورجانيك كومباوندز من ان اورجانيك كومباوندز، وده ما كانش معروف قبل كده. فمن هنا التسميه طلعت مش صحيحه قوي، ولكن احنا لسه مستمرين بالتسميه اللي هي عضويه ولا عضويه. يبقى هو ده اصل التسميه. العالم ده اصلا ايه التجربه اللي عملها اللي خلت اللي اكدت ان احنا نقدر نصنع المواد العضويه؟ ان هو قدر يصنع اليوريا اللي هي الماده اللي بتكون موجوده في البول عن طريق ان هو دمج مادتين مع بعض. مش هندخل في التفصيل، بس اللي احنا نعرفه ان انا ايه المركبات اللي جسمي بيستخدمها عشان يطلع لي انرجي؟ اكيد المركبات اللي هي اصلا المركبات العضويه اللي هي اساسها من الانسان. يبقى انا عندي المركبات العضويه هي اللي بتطلع لي انرجي اللي هي الاورجانيك كومباوندز. طيب
في فروقات ما بين الاورجانيك والان اورجانيك كتير ما تعدش من هنا للصبح. ولكن هنقول بعض الحاجات المميزه في الاورجانيك كومباوندز قوي. زي ايه؟ الاورجانيك كومباوندز لازم لازم يكون فيها الكربون، يبقى ده العنصر الاساسي الموجود في الاورجانيك كومباوندز. في كمان عنصرين مشهورين قوي، يعني تقريبا كل المركبات بتجيبهم، مش كلها كلها بس معظم المركبات، يعني اللي هما مين؟ الهيدروجين، وده اشهر من المركب اللي بعد اللي هو مين؟ الاكسجين. يبقى انا الثلاثي كده اللي هو الثلاثي ده زي ثلاثي المسرح كده، دول يعني ماشيين معايا في معظم المركبات العضويه. الكربون طبعا اساسي، فانا عندي الجلوكوز هو فعلا متكون من الثلاثه دول. تعالى كده نرسم الجلوكوز. الجلوكوز التكوين بتاعه ايه؟ حد كده يفتكر الصيغه الكيميائيه بتاعته؟ C6H12O6، اهو زي ما احنا قلنا كربون وهيدروجين واكسجين. طب تعالى نرسمهم مع بعض عشان نتاكد برضو، يمكن اكون انا كدابه ولا حاجه. ادي عندي واحده كربون، اتنين كربون، تلاته كربون، اربعه كربون، خمسه كربون، سته كربون، وادي فيه اكسجينيه هنا. هاجي هنا لكل كربونايه هكمل لها الباقي بتاعها. OH H H هنا برضو OH و H وهنا OH و H H و OH H و OH وهنا H. لو جيت تعدهم هتلاقيهم فعلا مظبوطين، C6 H12 O6. بس لحظة برضو، يعني في حاجة غلط في الموضوع، احنا مش فاهمين يعني انت رسمتيها ازاي. يعني انا دلوقتي عايز ارسم مثلا الجلوكوز لازم احفظها زي ما هي كده، احفظ الشكل كله على بعضه؟ لا، المركبات بتاع الكيمياء العضوية ليها طريقة معينة بترتبط بيها، ليها قواعد وقوانين لازم كل المركبات تمشي عليها. هي القواعد والقوانين دي، اصل الحقيقة يعني الكيمياء العضوية يعني حد ايه ملتزم قوي كده في نفسه ستريكت، فلازم كل حاجه تبقى ماشيه بالقوانين بتاعته. زي فانا عندي مثلا الكربون، الكربون ده لو رجعت عشان تعرف اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه كام هتعرف ان هو 6. احنا فاكرين زمان في الكيمستري كده لما كان بيقول لك وزع الانرجي ليفلز كنت بتوزعها ازاي؟ ادي 2 ادي 4. طيب واحنا الانرجي ليفل اللي هو تاني انرجي ليفل بيبقى ستيبل امتى، او بيكتمل بكام الكترون؟ بيكتمل بـ8. يبقى انا عشان الكربون يبقى ستيبل هو محتاج كمان 4 الكترون، خلي دي على جنب كده. نيجي الاكسجين، الاكسجين اتوميك نمبر بتاعه كام؟ 8، وزع 2 و6 يبقى محتاج كام؟ 2. الهيدروجين، الهيدروجين ده مصيبة يعني لسه هنجيله بعدين. الهيدروجين ده 1، وزع 1 فاضله كام؟ 1. ليه مش هنكمله 8 زي بقيه اخواته؟ لان اول الانرجي ليفل بيتكمل ب2 الكترون بس، لكن بقيه الانرجي ليفل ب8. بناء على الحاجات اللي انا كاتباها دي هستخدمها في ايه؟ في عدد البونز اللي انا هكونها. يعني ايه؟ يعني قال لك الكربون لازم طالما هيرتبط بحاجه تانية لازم يرتبط بايه؟ بيدي 4 بونز، لازم يبقى ماسك بايه؟ 4 روابط. الاكسجين ماسك برابطتين، الهيدروجين ماسك برابطه. طب ده اساسه ايه؟ يعني انا جبت المعلومات دي منين؟ عن طريق قلنا ان احنا عندنا اللي هي الفالنسي نمبر. يعني ايه الفالنسي نمبر؟ يعني انا فاضل لي كام الكترون عشان اكمل الاوتر موست انرجي ليفل. فاحنا زي ما قلنا احنا الاكسجين فاضل له 2، الكربون فاضل له 4، الهيدروجين فاضل له 1. طب ما انت ضحكتي علينا، انت ما قلتلناش برضو احنا هنكملها ازاي، يعني اجيب الكترون دي منين؟ قال لك والله مثلا الكربون هو عايز 4 الكترون والاكسجين عايز 2، فهيروح الكربون يعمل ايه؟ الكربون هياخد 2 من الاكسجين مثلا ويقول له ايه؟ ما تشاركني. يعني ايه اشاركك؟ ما توضح كلامك. قال لك نعمل كوفيلنت بوند، الالكترونز بتاعتك تدور عندي شويه والالكترونز بتاعتي تدور عندك شويه، وهو نريح بعض يعني. فانا دلوقتي لو حاولت ان انا ارسم مركب كده من دماغي ممكن ارسمه ازاي؟ مثلا الميثان،
طبعا انتوا شايفين الميثان ده اللي هو ايه، بس الميثان ده اللي هو مثلا الكربون ماسك فيه 4 هيدروجين. طب انا عايزه ادخل اكسجين في النص، دخل ما قلنا لكش حاجه، هتعملها بقى ازاي؟ تروح شايل لي 2 بونز، يعني 2 بونز اتشالوا اهو عشان ندخل الاكسجين، ما هو الاكسجين هياخد ب2 بوند اهو، رسمهولي بقى اهي. القاعدة اللي انا بقول عليها دي هستخدمها في حاجات كتير قوي، ان انا امسك الكومباوندز ببعضها وافرق الكومباوندز عن طريق عن طريق الووتر. ومن هنا جت الجزء بتاع الدايجستيف سيستم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، لسه فاكرين؟ ان الهيدروجين ان الووتر لو دخلتها في مركب ممكن يقسمه نصين، ولو سحبت من مركب ووتر ايه اللي هيحصل؟ لو مركبين شلت منهم ووتر هيتحدوا مع بعض. يبقى دي الفكرة العامة بتاعتنا، هتتوضح اكتر في الاي تي بي. بس المهم ان احنا فهمنا شوية قوانين كده من الكيمياء، ان انا عندي الكومباوندز بتتقسم نصين، ان اورجانيك واورجانيك، عضويه ولا عضويه، ليه سميناها عضويه؟ عشان هي الاساس بتاعها ان هي بتتخلق في الاعضاء. الانسان بعد كده عرف ان هو يصنعها، ولكن الاساس بتاعها ايه؟ الاعضاء. المركبات العضويه دي هي اللي انا بستخدمها في السجاير ريسبيريشن. مين اهمها؟ الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو شكله ايه؟ C6H12O6. بستفيد ايه من الشكل بتاعه ده؟ ان هو مليان بونز كتير قوي، مليان روابط. الروابط دي لما بتتكسر بتديني انرجي تاني. طب الروابط دي بتتكون ازاي؟ عن طريق الكوفالنت بوند. هل ليها قواعد؟ كل اليمنت ليه حق ان هو يكون عدد روابط بعدد الفالنسي بتاعه، اللي هو ايه عدد الفالنسي؟ اللي هو عدد الالكترونز اللي فاضل له عشان يكمل الاوتر انرجي ليفل. يا رب تكون وصلت. نيجي بعد كده، ده شكل كده اللي هو ايه؟ مجسم، عشان يوضح بس الكلام اللي انا بقوله. ادي عندي مثلا ذرة الكربون، هي ليه الكربون كأنها عندها 4 فتحات بس، ال4 فتحات دول عشان تمسك في المجسم ده يبقى لازم ال4 فتحات ادخل فيهم حاجة، وهكذا. يبقى انا من غير ما اعرف حاجة اهو اقدر اقول لك ان ده كربون وده كربون وده كربون ودي اكسجين والباقي دول هيدروجين. عرفت ازاي وانا ما اعرفش المركب ده؟ فاذا كنت انا ما اعرفش المركب ده ايه اصلا، هعرف ازاي هو متكون من ايه؟ عرفته من ان انا عارفه كل اليمنت بيتكون كام بوند. يبقى الموضوع يعني ايه بالنسبه لي؟ خلاص عارفه ان الاليمنت ده عمل 2 بوندز، يبقى هو اكسجين. النيتروجين بيعمل 3، وهكذا.